مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع شركة فيست بروبرتي العقارات التركية. إذا كنتم عم تحلموا بالعيش بمكان هادي ومريح وبعيد عن ضجيج المدينة بين أشجار البرتقال والحمضيات، اليوم رح نقدم لكم فيلا بثلاث طوابق تخطيط 5+1. هي موجودة على بعد 2 كيلومتر عن البحر عند سفوح جبال طوروس بالقرب من نهر ديم. تباع الفيلا مع مجموعة كاملة من الأثاث والأجهزة المنزلية بسعر مناسب جدا، وحاليا خلونا نتوجه لداخل الفيلا. أول ما بنفوت على الفيلا رح نلاحظ المدخل الصغير وغرفة المعيشة مع المطبخ بيحتلوا الطابق الأول بالكامل، لأنه الفيلا موجودة بالقرب من النهر وبالتالي هذا الشيء بيعطي جو منعش بفترات الصيف الحارة، لكن أيضا رح تكون مناسبة جدا ليس فقط فصل الصيف ولكن أيضا فصل الشتاء بفضل وجود الموقع لتدفئة الغاز. بدي ألفت انتباهكم أنه تم فصل المطبخ عن غرفة المعيشة عن طريق البار، أما حاليا خلونا نحكي شوي عن المطبخ. مثل ما قلنا أنه تم فصل المطبخ عن طريق هذا البار الصغير. المطبخ بحد ذاته بيمتلك مساحة واسعة مع نافذة بإطلالة على الحديقة، بالإضافة أنه المطبخ مجهز بكل شيء ضروري من المجموعة الكاملة من الخزائن المطبخية والأجهزة المنزلية. من غرفة المعيشة يمكن الوصول على الشرفة مع المنطقة المخصصة للشواء. الطابق الثاني بضم 3 غرف نوم وحمام. أما حاليا غرفة النوم الرئيسية اللي بتضم سرير مزدوج وخزانة ملابس مع إمكانية الوصول للشرفة. فينا نقول عن هاي الغرفة انها غرفة نوم الاطفال، تم تزيينها باللون الموف الفاتح. اما حاليا بدي احكي شوي حول التشطيبات الداخلية. ففي غرفة المعيشة بلاط الارض من الرخام، اما بغرف النوم الارض من الخشب مما يجعل الغرفة دافئة اكثر. وايضا بالفيلا سقوف عالية طلاء جدران قابل للغسيل. غرفة النوم الثالثة يمكن كمان انه تكون غرفة نوم الاطفال، وهي مزينة بالوان رمادية وبيضة. بالطابق الثالث موجود غرفتين نوم وحمام. البنية التحتية للمجمع بتضم مركز سباحة خارجية مع مكان للاستمتاع بأشعة الشمس وحديقة خضراء. للمزيد من المعلومات والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.restproperty.net، ورابط الفيلا مع السعر بأسفل الفيديو. لا تنسوا طبعا الاشتراك بالقناة سيكون كل جديد عن العقارات بتركيا.